في بيروت أحداث شعبية وسياسية لا جديد بارزا فيها، أما في الدوحة فحدث استقطب كل الأنظار من خلال الزيارة التي قام بها لدولة قطر رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. الأحداث الشعبية والسياسية في بيروت اختصرتها عمليات قطع الطرق المتنقلة والمشاورات الساعية إلى إعادة تفعيل مجلس الوزراء التي لم تحقق تقدما ملموسا حتى الساعة. أما حدث الدوحة فمحوره تأكيد من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده تقف إلى جانب لبنان وهي مستعدة للاستثمار فيه بعد إنجاز القوانين المناسبة، مؤكدا في الوقت نفسه الرغبة في العمل مع لبنان على تجاوز الظروف الراهنة، ومشيرا إلى أنه سوف يوفد وزير الخارجية القطرية إلى بيروت في الفترة المقبلة. وأعرب الأمير تميم للرئيس عون عن أمله في أن تجد الأزمة القائمة بين لبنان وعدد من دول الخليج حلولا في القريب العاجل. أما الرئيس عون فرحب بأي استثمار تقوم به قطر لتنفيذ مشاريع إنمائية في مجالات الطاقة والكهرباء والقطاع المصرفي وغيرها، وإذ عرض للظروف التي يمر بها لبنان لفت إلى أنها نتيجة تراكمات تجمعت منذ سنوات، بالإضافة إلى سياسات اقتصادية خاطئة تم اعتمادها، كاشفا أن الجهود قائمة حاليا لوضع برنامج للنهوض الاقتصادي سوف يعرض على صندوق النقد الدولي لإطلاق ورشة عمل متعددة الوجوه. وتناول البحث بين الأمير تميم والرئيس عون مواضيع عدة، منها إعادة تأهيل مرفأ بيروت وتأمين الطاقة الكهربائية والتعاون في مجال النفط والغاز. ومن تفاصيل الزيارة الرئاسية لقطر والمواقف المرافقة لها نبدأ نشرة الأخبار.